إذا مستمعينا اليوم في دوازة نقترح لكم يعني كيكات فردين مالحين دي كاب كيك مالحين مناسب كيف قلنا الكوتي لسواء الوليدات في الكوتي مع أتاي أو لا أنهم يديو معهم مدرسة وسهلين في طريقة التحضير. غادي نحتاجو في المقادير بالنسبة للعجين غادي نحتاجو ثلاثة ديال البيضات، كاس ديال الحليب مع عمرش، كاس ديال العنبة ديال الحليب مع عمرش، نص كاس ديال الزيت المائدة الرومية، قبيسة ديال الملح، 200 غرام ديال الطحين فورس، وخمارة واحدة ديال الحلوة. هادو هما المقادير ديال العجين. قلنا ثلاثة ديال البيضات، كاس مع عمرش ديال الحليب كنعبروا بالكاس ديال العنبة، ونص كاس ديال الزيت دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبة، قبيسة ديال الملح، 200 غرام ديال الطحين فورس، وخمارة واحدة ديال الحلوة. بالنسبة للحشوة اللي غادي تكون في هاد لي كاب كيك او الكيكات مالحين فرديين، غادي نحتاجو فلفلة واحدة خضراء وحمراء مقطعين مربعات صغيرين على حسب، يعني عندنا ديك الفلفله الخضراء والحمراء والصفراء راه ممكن مثلا الا كانوا صغار نديروا مثلا، ولا فلفله كبيره ناخذوا النص ديالها حمراء وخضراء وصفراء ونقطعوهم مربعات صغيرين ونحتفظوا بهم. غادي ناخذوا مطيشه واحده كبيره ولا جوج صغار محيده ليها الزريعه ومنقيه ونقطعوها حتى هي مربعات صغيرين، ناخذوا واحد زلافه صغيره ديال الزيتون خضر مقطع حتى هو لطريفات صغار، اما ناخذوا مقطع اما نقطعوه في الدار هكا طريفات صغيرين، ناخذوا علبه ديال الطون مصفي من الزيت وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وجوج معالق كبار ديال المايونيز، وغادي نحتاجوا كذلك جبنه الموتزاريلا. هو من الافضل هاد الكاب كيك من الافضل نديرو جبنه الموتزاريلا لانه كيجي فيها واحد المذاق مختلف كتجي مع الكاين لانه كيدوب فيها، ولا ما كانش نعوضوه يعني بالفرماج العادي الفرماج احمر مقطع حتى هو لطريفات صغار اولا محكوك في الحكاكه الغليطه. غادي نمشيو مباشره للطريقه، طريقه سهله ديال هاد الكيكات فردين مالحين. غادي ناخذو في يعني في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا في واحد الاناء غارق، وغادي نخلطو ثلاثه ديال البيضات نطربوهم شويه، نضيفوا لهم كاس ديال العنبه ديال الحليب مع عمرش، قلنا كاس مع عمرش ديال الحليب يعني ناخذوا كاس ديال العنبه غير هو ما غاديش نعمروه كله بالحليب، يعني كاس مع عمرش ثلثين اللي عامر ديال الحليب. فقلنا ثلاثه البيضات نطربوهم، نضيفوا كاس الحليب مع عمرش نعبروا بكاس العنبه، نخلطوا شويه ونضيفوا نص كاس ديال الزيت، نزيدوا نخلطوا كذلك ونضيفوا قبيصه ديال الملح. ملي كيتخلط مزيان دوك ثلاثه البيضات مع كاس العنبه ديال الحليب مع عمرش مع نص كاس ديال الزيت الروميه مع قبيصه ديال الملح كنخلطوهم، عاد ديك الساعه كنضيفوا 200 غرام ديال الطحين فورس مغربل مزيان، وكنضيفوا خماره واحده ديال الحلوه وكنخلطوا. ومن بعد كناخذوا هذوك القوالب الفرديه ندهنوهم مزيان بالزبده، نرشوهم شويه ديال الطحين اولا بشويه ديال السميده اللي بغينا، ومباشره كنعمروا هاد القوالب الفرديه ديال الكيك دوك الصغار كنعمروهم يعني بالنصف ديال الحشوه، لانه مازال غادي نديروا النصف غنديروا العجين ديال الكيك ما غاديش نعمروه كامل لانه ماشي هي ديال الكيكه، وانما هذه غير ديك العجينه التحتانيه عاد غادي نديروا فنخليو البلاصه للحشوه اللي غادي نديروا من الفوق. فغادي نعمروا غير النص ديال هاد القوالب ديال الكيك، غادي نعمروا غير النص ديالها بهاد العجين، وديك الساعه نكونوا وجدنا الحشوه. الحشوه ناخد واحد المقله وغادي نديروا فيها فلفله خضراء فلفله صفراء فلفله حمراء يعني غير النص ديالهم لانه كتخرج كميه، نقطعوهم طريفات صغيورين نشحروهم مع شويه ديال الزيت البلديه، نضيفوا مطيشه ولا جوج مطيشات صغار محيده لهم الزريعه محيده لهم القشره يعني نقشروها نحيدوا لها الزريعه ونقطعوها طريفات صغيورين، كنشحروهم مزيان. ملي كيتشحروا ممكن الا بغيتوا البصله كذلك حتى هي ديروها تاخذوها وتقطعوها مربعات صغيورين وتشحروها مع ديك الفلفله الحمراء والخضراء والصفراء ومع ديك مطيشه. ملي كينزلوا واحد شويه ما كنتسناوهم ما كنخليهمش كينزلوا مزيان، المهم هي البصله تنزل الفلفله، اما مطيشه فنحاولوا نقطع طرفات صغيورين ونديوها ونجيبوها في الاخر، يعني تكون البصله والفلفله في الالوان يعني تشحروا ونزلوا، عاد ديك الساعه نضيفوها باش غير دير ديك السخونيه ديال هاد اللي في المقله فكتكون كافيه مع شويه ديال الزيت البلديه. من بعد كنهزوهم وكننصفوهم وكنزيدو عليهم زلافه صغيره ديال الزيتون الخضر مقطع لطريفات صغار، وكنضيفو حك ديال الطون اولا جوج حكاك ديال الطون على حسب الكميه اللي درنا على حسب، مصفين مزيان من الزيت كنضيفوهم، كنخلطوا كلشي بالفرشيطه باش كيتحل داك الطريفات ديال الطون مع هذاك الفلفل الالوان ومع مطيشه، وديك الساعه
كنضيفوا جوج المعالق كبار ديال المايونيز. ممكن ما بغيناش المعالق ديال الكبار ديال المايونيز، ممكن نديروا الصلصه ديال المطيشه اللي كتباع يعني الا بغينا، ما بغيناش نعوضوها كيف قلنا بجوج معالق كبار ديال المايونيز، ونديروا شويه ديال الابزار، وناخذوا الطريفات قلنا ديال جبنه الموتزاريلا مقطع لطريفات صغيورين كتجي مزيانه، والا ما كانش نعوضوها بفرماج احمر مقطع لطريفات صغيورين ولا بحكوك في الحكاكه الغليطه. كنخلطوا كنحصلوا على واحد الحشوه ديال فلفل في الالوان اللي شحرنا مع مثلا البصله الا بغينا، وملي كتشحروا مزيان كنضيفوا ليهم مطيشه ولا جوج بلا زريعه مقشرين مقطعين طريفات صغيورين، نخلطوهم. ملي كيتشحروا قلنا مطيشه ما نخليوهاش حتى كتهرى مزيان، البصله تكون طيبه، الفلفل يكونوا طيبين باش دغيا ياخذوا ما ياخذوش لنا الوقت في يعني في الطياب في الفران. وما بالنسبه للمطيشه فغنغين نصهدوها شويه. من بعد هاد الفلافل الالوان ومطيشه والبصله كنديروهم في واحد الاناء، ونضيفوا ليهم زلافه صغيره ديال الزيتون الخضر مقطع طريفات صغار، نضيفوا حك ولا جوج حكاك ديال الطون مصفين مزيان من الزيت، وكنضيفوا شويه ديال الابزار، وكنضيفوا جوج معالق كبار ديال المايونيز. وقلنا اللي ما بغيناش المايونيز ممكن نديروا صلصه ديال المطيشه، ثم باش كتجينا حمراء الا ما بغيناش نغيروا شويه في المذاقات، ونديروا جوج معالق كبار ديال المايونيز. كنخلطوا كل شيء، وديك الساعه هذاك العجين اللي درناه في القوالب الفرديه كنخليو هاد الحشوه حتى كتبرد، ما كنديروهاش سخونه فوق هذاك العجين ديال الكاب كيك ولا ديال الكيك، وديك الساعه كنهزو بالمعلقه وكنبقاو نديروا شويه ديال الحشوه فوق هذوك العجين ديال الكيك، وكنرشوا بالزعتر مطحون. من الافضل ناخذوا الزعتر داك الزعتر ونحاولوا نقيوه مزيان ونطحنوه يكون منيه الغبره، وديك الساعه نهزو منه ونبقاو نرشو. داكشي علاش حنا ما درناش في الحشوه، باش كيجي غالب ديك المذاق ديالو، وكنديروه من الفوق وكندخلوه من الفران حتى كيطيبوا العافيه مهيله، نردوا البال ليها حتى كطيب وكتحمر، يعني كتجي طالعه كتجي منفوخه كتجي بحال الكيك، كيجيو هكا قوالب فرديه ديال لي كاب كيك بهاد الحشوه. وممكن انكم تغيروا تلعبوا في الحشوات، عندكم شويه القمرون شويه الهبره ديال الحوت شويه ديال السيرومي على حسب اللي متوفر عندنا، شويه ديال الكفته بنفس الطريقه نشحروها بنفس الطريقه وكنديروها. وكضروري اننا ناخذوا الزعتر ونطحنوه مزيان نيلوه ونديروه هكا من الفوق، ومن بعد ملي كنخرجوه وهو مازال سخان كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. الا كنا درنا جبنه الموتزاريلا فكتجي كافيه، يعني كتجي دايبه فيها كتجي بحال الشكل ديال البيتزا اللي كيبغيو وليدات في المطاعم، فجبنه الموتزاريلا مع هذا الاقتراح كتجي مزيانه. الا ما كانش ممكن انه هي مازال سخونه نخرجوها ونزيدو نخلي واحد شويه ديال الفرماج احمر محكوك للتزيين، ونعاودو نديروه من الفوق، فكيجيو ممتازين الكوتيم للوليدات ملي يجيو المدرسه ياكلوهم هكا مع اتاي، اولا اللي بقاو ممكن انهم يديو معاهم المدرسه وبالصحه والراحه.